حابب ان انا اشوف ذا بيست مع كابتن حسام حسن. اه معاك. هتقول لنا ايه؟ معاك. جاهز؟ لا انت عارف انا جاهز على طول. طيب. مفيش. ذا بيست مع كابتن العميد حسام حسن. يا كابتن حسام، اول الاسئله الصعبه. اتفضل. كابتن حسن شحاته ولا كابتن الجوهري؟ جاوب. الافضل ذا بيست الافضل لكابتن. من ضمن الناس اللي كان مثل الاعلى وانا في النادي الاهلي كنت بقول الكابتن في الكوره وانا الكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته. طبعا كابتن حسن شحاته عمل انجاز كبير لم يتكرر، لكن انا بالنسبه لي يعني طبعاً. يمكن حتى في صلاتي ان الناس اللي انا بدعي بالمغفره ليهم بعد ابويا وامي كابتن محمود الجواري. فكابتن جواري بالنسبة لي حالة حاجة لن طيب بعشقه. فكابتن جواري مش بجامله. ايوه. على المستوى الفني والمستوى الروحي وكل حاجة كابتن محمود الجواري ده. كابتن الجواري. اللي بعده يلا بقى أسرع يا شباب. محمد رمضان ولا أيمن شوقي؟ جاوب على طول بقى. جاوب. كراس حرب. من غير ما حد يزعل؟ لا طبعا. بس كل واحد ليه ميزه. ماشي إيه الافضل بالنسبه لك؟ ها يعني اللي يزيد اقول زيد سنه عن سنه. ماشي. محمد رمضان. محمد رمضان. يلا محمد رمضان. كابتن ايمن شوقي يعني كان حاجه جامده جدا جدا. يلا وليد عبد اللطيف ولا عبد الحليم علي؟ عبد الحليم. عبد الحليم. اللي بعده عمرو زكي عماد متعب. انتوا جايبين ناس يعني جايبين رؤوس الحرب يعني ومعانا لا ومعانا الايقونه. لا يعني بص يعني كانك مثلا بتقول واحد اتنين. واحد اتنين. ها عماد. عماد. عماد وعمرو. عماد وعمرو. عماد متعب. يلا اللي بعده جمال عبد الحميد احمد حسام ميدو. ده انا ميدو بعزه جدا يعني يعني ومن الناس اللي لا ميدو ده مدربته العالمي. لكن جمال كابتن جمال عبد الحميد ده كابتن انا يعني وتعلم ولعبنا جنب بعض وصلنا كاس عالم مع بعض. حاجه يعني ما حصلتش. ميدو يعني ما انا بقول لك يعني ما ينفعش ولعبت مع ميدو وما ينفعش ان انا اقارن يعني بكابتن جمال عبد الحميد. فعشان كده ميدو من يعني حاله خاصه. حاله خاصه وميدو ده يعني نعدي دي. مهم جدا. يلا اللي بعده حازم امام عبد الستار صبري. اي ها من أني ناحية بالظبط؟ من أي اتجاه؟ ها؟ واحد اتنين. ها؟ واحد اتنين. ماشي حازم عبد الستار. حازم عبد الستار. حازم إمام. أخيرا نطق. ماشي حازم. ما أنت ما قلتش اللي فاتت ما قلتش جمال عبد الحميد. ماشي ما احنا عديناه عشان ميدو برضه. ما ميدو حاجه جامده جدا. لا انا يعني انا قصدي كابتن جمال ميدو. ده قبلي كابتن جمال قبلي طبعا عشان كابتنك. يبقى جمال ميدو. كابتن جمال ميدو. بس انا عشان انا بحب ميدو برضو. وانا بحبه جدا. طيب ده انا مدربه. لا انت بقى انا مش هقول مين ومين. انا قايل لك قبل كده. انت قلت لي اهو اتنين الكباتن. الاتنين مثل اعلى وانا بلعب. تمام بصراحه. كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته. كابتن محمود الخطيب. كابتن حسن شحاته. كابتن الخطيب. ماشي اللي بعده هاني رمزي احمد حجازي. هاني احمد. هاني واحمد حجازي. هاني واحمد. هاني احمد هاني حجازي. رمزي. ماشي. انتوا جايبين ناس. ايوه ما هو نجوم متقاربين جدا. طبعاً. في كل حاجه طبعا طبعا ما هي كلهم نجوم يعني ما تقدرش تختلف. كوبر فيتوريا. فيتوريا يعني راجل لسه يعني شغله لسه قريب. يعني هقول فيتوريا. فيتوريا. ماشي اللي بعده فان باستن رودي فولر. ها فان باستن. فان باستن على طول. فولر. فولر خلي بالك لعيب عالي جدا. عالي جدا. بس انا فان باستن. فان باستن بالنسبه لي حاجه شياكه بقى. لا يعني. اللي هي كده وكده. ماشي. طيب رونالدو. رونالدو الظاهره والدون. ده حاجه وده حاجه خالص. ده سترايكر يعني تسعه. ايوه. ده وينجلر يعني. أي. يعني بس كان برضو
الاثنين رونالدو. ها انا بشجع النصر عشان خاطر رونالدو بس معلش. اه بس كسترايكر يعني رونالدو. رونالدو ما الاثنين الاثنين جامدين قوي. اللي جايه صعبه بقى. يلا على اللي جاي. الله هزعل انا الاثنين بعشقهم. اه بس هزعل انا. مارادونا ميسي. اه مارادونا ميسي. اه ده 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 بقى بصوا بقى. كل اللعيبه اللي في العالم كوم ومارادونا ده كوم تاني. ده العشق ده الجمال دي الكوره المهاره اللي هو يعني بيلعب الكوره بكل حته في جسمه. ده الموسيقار. الاثنين لم يعني سبحان الله. الارجنتين ليها حظ. ليها حظ. طيب نطلع فاصل اتفضل ونستقبل بقى 8 جيجا خالد طلعت في فقره الترند هيجيب لنا ايه اللي حصل في الترندات النهارده بعد الفاصل.